الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما درس شريف هواية اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء الكرام ودذي مجلس حاضرين مسلمان نورو دذينا لنا اجتماع تعلق دا صحابة الكرام ودشان سرد او محترم رو جناب عبد الواسع حفظه الله اللہ پاک دے پا عمر کے و دین کے و دا دنیا پا طول امور کے برکت واچھے داغ پا خواہش و داغ پا دعوت مندر تحاضری اکرا او دا دی جماعت و دا دی مسجد امام صاحب و خطیب صاحب محترم جناب مولانا وزیر محمد صاحب دادا تربیت دیکھ دیکھ پلو شاکردان او دیکھ پلو مقتدیان علیہ وانکڑے ناللہ ایدہ مقترم رو جناب مولانا وزیر محمد سے پائلن کی او دینی خدمات کی برکات باشا او دمون دوستا صدانا صدبے او بہتر مقصد دا و یو نیک مقصد دا ناللہ دی دمون دوستا صدانا صدبے مقبول منظورا گردگر